هلا الصبح اذا ما نزلت السخونه بدي اخذها لعند الحكيمه. تصرفي يا مريضه تصرفي، حاكم انا في براسي اكثر من قصه. زيبق، خاتون طلبت انه ابنها يكون امانه برقبتك. بعرف هالشي يا ام سعيد، وباذن الله رح كون قد الامانه، وما رح ارتاح بنوب لرجع امه لإله، وربي يشهد علي. هذا عشمنا فيك. السلام عليكم. الله معك يا ابني. يعطيك العافية تقبريني. إيه الله يعافيكي. ليس هدول التياب مشان تترحل؟ من وين؟ سيران على حبل المشنقة.